من الثاني، بينما المركز الثالث مشكور من وصل مع ثالث المراكز سعيد بن محمد بن حمدش الخيل للتوقيت الزمني 7:55 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الأخوة الكرام، على البركة تنتهي الجولة الأولى وما حملته من أخبار سارة للفائزين الأربعة بهذه الأشواط، وهذه أيضا جولة لا تقل أهمية ولا تقل ثقلا ولا وزنا عن الجولة الأولى هنا على البركة. أيها الأخوة، ينطلق هذا الشوط الخامس في مجموع أشواط هذه المسيرة، الشوط الثاني للإبكار المحليات اللقاية، المسافة هي 5 كيلومترات مباشرة مع مياسة العود. سيف بن أحمد بن سيف المزروعي هي من افتتحت هذه الإذاعة، فتح الله لها ولكل المشاركين الخير والبركة في هذا اليوم الفضيل. المركز الثاني أيها الأخوة، هنالك الشاهنية محمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك التدخل القوي أيضا من قبل الصور محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي مع المركز الآن الثالث. المركز الرابع أيها الأخوة، هنالك أيضا طماعة سالم بن محمد الهاملي، يبدو سالم بن محمد بن حيي الهاملي مع هذه الأسماء الأربعة الأولى. هنا المركز الخامس أيها الأخوة، هنالك أيضا الشاهنية علي بن محمد بن مسفر تنضم مع المركز الآن العاشر. أعود إلى المقدمة، أعود إلى القوة، أعود إلى الإثارة، أعود إلى المتعة، أعود إلى رأس حربة هذا الشوط. هنالك مياسة جبارة هذه على الصدارة ما شاء الله، محمد بن سالم بن حمد الدرعي مع 1200 النهائية، 1200 يا مالك جبارة ما شاء الله. المركز الثاني الشاهنية محمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث هنالك العنود لسعيد بن راشد بن عصيان المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع أيها الأخوة، هنالك الصبور محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي، ووصلت وصلت شواهين ما شاء الله يا شواهين. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وبيكون لها خطر، بيكون لها علوم طيبة في الميتين والمتر النهائية ما شاء الله. الله 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 الله. أعود إلى المقدمة، أعود مع جبارة محمد بن سالم بن حمد الدرعي مع مقدمة هذا الشوط ومع الصدارة الأولى ما شاء الله، مسيطرة بخطى ثابتة، ولكن شواهين 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 على المركز الثاني. على المركز الاول انتقلت بخطة قوية، بخطة ثابتة، بخطة متحدية وحاملة امال وطموحات الرميثي على الصدارة. الله 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 الله، شواهين شواهين، خلاص الشوط شوط شواهين ما شاء الله، غادر في حفظ من الله ورعايته. هنالك سعيد بن مطر بن محمد الرميثي تحمل الرقم 55، هنا ايضا بطاقة التأهيل تحمل الخمسات ما شاء الله، رقم مميز، افعال مميزة في هذا اليوم المميز مع الشاهنية وشواهين. هذه هي شواهين ايها الاخوة، هذه هي شواهين لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع هذا الفوز المتميز وهذا الابداع المتواصل. المركز الثاني هنالك جبارة محمد بن سالم بن حمد الدرعي، ولكن خلاص شواهين، هذه هي شواهين من ابوها من امها، وهنالك الشواهين الطيور الجارحة السريعة تنطلق نحو الهدف وتنزل بسرعة كيلومتر في الساعة ما شاء في الدقيقة عفوا الثانية. هنالك قوة وإثارة مع شواهين، هذه لحظات الوصول شواهين. المركز الثاني العنود سعيد بن راشد بن عصيان، المركز الثالث هنالك وصول أيضا من قبل الصبور محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي. المركز الرابع هنالك وصول من جبار محمد بن سالم بن حمد الدرعي، وفي المركز الخامس يبدو دخول جماعي الخامس والسادس حيلة إلى اللجنة المختصة. هكذا أيها الأخوة الكرام، هنا قوة وإثارة وأيضا شواهين. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي استطاعت أن تسجل النقطة الثانية لهذا الشعار في هذا الصباح، 7:57 3 أجزاء. تهانينا والناموس أيها الأخوة لمالك شواهين الحقيقة
لسعيد بن مطر محمد رميثي. المركز الثاني كان ايضا نصيب العنود سعيد بن راشد بن عصيان المنصوري، توقيتها